ما يقرب من 8 سنوات مرت منذ بدأ التدخل الأمريكي في سوريا، سنوات جرت خلالها مياه كثيرة تحت جسور الأوضاع السورية، وتغيرت فيها معادلات القوة، وبات بعض الحلفاء خصوما، بينما أصبح بعض الخصوم السابقين حلفاء أو ربما سيكونون كذلك في المستقبل القريب. ولعل من أهم المتغيرات التي يمكن أن تحدث تحولات قاسية في المشهد السوري ما يتم تداوله مؤخراً عن اعتزام الولايات المتحدة إنهاء وجودها في سوريا وسحب قواتها من هناك بحسب تقرير لمجلة ناشونال انترست الأمريكية، الأمر الذي يعني تخلي واشنطن عن الميليشيات الكردية التي طالما حظيت خلال السنوات الماضية بالتسليح والتدريب الأمريكي. وبحسب تقرير المجلة فإن الولايات المتحدة خسرت نفوذها في دعم حل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وباتت قواتها هناك محاطة بمقاتلين معادين لها، فالموالون لإيران في الغرب والجنوب والشرق، وفي الشمال فصائل المعارضة السورية المدعومة تركيا، والتي تتبادل القصف المدفعي بصورة شبه يومية مع الميليشيات الكردية الحليفة لواشنطن، ما يعني وفق المجلة أن الرحيل الأمريكي عن سوريا سيكون القرار الأفضل لحماية أرواح الجنود الأمريكيين هناك. وترجح المجلة أن يكون تمدد الفصائل التي تدعمها تركيا الحل الأنسب والاحتمال الأقرب والأكثر فائدة لملء الفراغ الناجم عن الانسحاب الأمريكي المحتمل، برغم المشكلات العالقة بين واشنطن وأنقرة في ملفات عديدة، إذ أن البديل السيء والأكثر سوءا سيكون بتمدد النفوذ الروسي أو الميليشيات الإيرانية لملء ذلك الفراغ، كما أن الانسحاب الأمريكي سيفتح باب صراع النفوذ في الداخل السوري بين روسيا وإيران، وهو هدف تحاول واشنطن تحقيقه لتغيير توازنات القوة فيما يتعلق بقضايا أخرى إقليمية ودولية.